مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سعادتك معانا. النهاردة حلقة جميلة وحلقة مميزة تحت عنوان حلقتنا النهاردة قوية لأنها بتحتوي على وجبة دسمة. حلقتنا النهاردة تحت عنوان قصة كفاح ونجاح. طبعا في حياتنا والمتاح طبعا والمعلوم لنا كلنا على أرض مصر تحديدا في نماذج كتير مشرفة وفي ناس قادرة تثبت نفسها، كل واحد عنده طموح مختلف عن التاني، كل واحد عنده أهداف، كل واحد عنده غاية عايز يوصلها. احنا النهاردة معانا شخص يعني راجل اعتمد على نفسه وطبعا بدأ من الصفر لحد ما وصل ان هو بقى حاجة مميزة في بلده حتى على الأقل. فالنهاردة طبعا هنلقي الضوء عليه وده واجب علينا طبعا، اللي احنا دايما بنساند كل نموذج مشرف وكل قصة كفاح وكل قصة ناجحة طبعا لازم نلقي الضوء عليها. النهاردة سعدنا ان يكون معنا الحاج أشرف حلمي، طبعا بنا وطبعا كلها طبعا النهارده متابعاك، صاحب مطعم ابو عون البرنس، نورنا ومشرفنا في حلقه النهارده. احنا اسعد ونورتنا اكتر. نورتنا يا استاذ، الله يكرمك. سعدنا ان نكون معايا اعلاميه ايمان سليمان، نورتنا يا ايمان. اهلا بيك، شكرا. طبعا قبل ما نخش طبعا في سياق الحلقه احنا هنطلع التقرير معانا وبعد كده نرجع ونشوف هنقول ايه مع الايه مع ضيف حلقه النهارده. نطلع تقرير. عايزين بس ننوه بس اللي احنا من داخل محافظه القليوبيه تحديدا مدينة بنها، وبنقابل الحدث لقاء حصري مع صاحبة مطعم أبو عمر البرنس. طبعا احنا عايزين نعرف الناس ايه نوعية الأكل اللي عندك أو المنيو اللي عندك بالكامل. يعني المنيو اللي عندي عبارة عن محاشي، مشويات، طواجن بأنواعها، حمام مشوي، محشي، كل حاجة، كل أكل شرقي عموما بيكون عندنا، كبدة. أبو عمر البرنس تحديدا من مدينة بنها، ولقاء مع أحد رواد المطعم. مساء الخير يا فندم. أنت حضرتك دايما بتيجي هنا على طول؟ باجي هنا بقالي كتير جدا، باجي هنا المطعم بصراحة خدمته ممتازة جدا وأكله تحفة بجد. الله ما شاء الله، يعني اكل جميل جدا، وطريقه حتى تقديم الاوردر شكله كده كويس ويفتح النفس. طبعا بالاضافه الى ان الحاجات بحسها كلها بلدي، يعني حتى الكبده بتاعته ما شاء الله تحفه، والمشويات كلها جميله جدا. ممكن تعرف الجماهير بنفسك؟ اهلا بيك يا فندم. انا اشرف، الفضل لله، اشرف حلمي علي عبد المقصود من العمار. اصلي في الاصل جزار، وخلصت الجامعه بتاعتي وفضلت ان انا ما اتوظفش واتاجر، ماشي. فالفضل الله فتحت
مجموعة مقالي لب، إلا أني دايما عملية الطبخ والطهي ده حاجة مميزة بالنسبة لي. يعني أنا يعني دايما أحب أعمل الحاجة اللي الناس تحب تاكل. طب أنت بتحبيها على أساس اللي أنت يعني أصلا كنت طباخ، ولا المهنة كانت إيه؟ على فكرة أي جزار، أي جزار في الدنيا هتلاقيه ماهر. أي جزار في الدنيا هتلاقيه ماهر في الأكل. تمام. ليه؟ بيعرف يختار حتة اللحمة الحلوة اللي تتاكل، اللي يعرف يأكلها للناس. حضرتك أنا ممكن أديك حتة لحمة أنت تشوفيها بالشكل العام ما تاكليهاش، بس ما تحطيها في بقك تاكليها وتبقى زي العسل. ماشي. فحبيت ان انا اكون صاحب مطعم، وفعلا الفضل الله والحمد لله انا بعمل اشهى اكل ممكن تاكليه في حياتك. الاكل بتاع جدتك وجدك زمان هو ده اللي ممكن تاكليه عندي. يعني انت ما تاكلي حضرتك عندي تقولي انا بقالي 15 سنه ما اكلتش الاكل ده. فعلا انا الفضل لله بعمل الاكل اللي انت حضرتك ما اكلتيه، اللي انت افتقدتيه من 15 سنه. وده يرجع لحته اللحمه اللي الجزار يعرف يطلعها وياكلها للناس. طب هو الشرط، طيب يا حاج اشرف، ان لازم ان الجزار يبقى يعني كده في مهنته ان هو يفتح مطعم عشان يبين طعم ومذاق اللحمه بتاعته؟ الشرط المطعم ده ما هو الا دويتو بين اتنين، جزار وشيف. كاريزما. جزار وشيف. تمام. ماشي. لو شيف مش جزار وقطع لحمة برضو هتطلع مش حلوة. أنما لما الجزار هو اللي يقدم للشيف حتة اللحمة ويكون أصل الأكل ده مش نفس زي ما بيقولوا، الأكل ده نفس. تمام. الأكل نفس، أنا نفسي أكلك لقمة حلوة هتطلع حلوة مش نفس. ده في حريم بتقعد تنفخ في الأكل عشان يقول لك ده نفس، تنفخ في الأكل عشان الأكل يطلع حلو، بس دي معلومة غلط طبعا يا فندم. الأكل نفس، نفس حلوة. أكيد طبعا. نفس حلوة بتقدم الأكل، نفس طيبة تقدم الأكل. لو النفس الطيبة موجودة مع الخبرة مع الشيف المحترم، ثق تماما أنك أنت تطلع أكل ما حصلش في التاريخ. وخاصة بقى أما كل ده يبقى مرتبط معاه الضمير والنظافة. كم سنة يا أبو عمر أنت بالمجال؟ أنا بالمجال سنتين اتنين بس الحمد لله والفضل لله. كل الناس حلوة بس انا الفضل الله انك انت تاكلي من عندي اكل باعتراف الناس ان ده اجود اكل اكلوه من 10 سنين و15 سنه. انا بتجيلي ناس من القاهره بنا. واضح من التقرير طبعا احنا شفناه مع بعض. بتجيلي ناس من القاهره، اقسم بالله العظيم بتجيلي ناس من القاهره بنا، وانا ممكن اقول للزبون كله ولو الاكل ما عجبكش انا حاسبك عليه بعد ما تاكله عشان اسمع. بس انا بحب اسمع كلمه تحفه. انا ما عنديش غير إن الحمد لله والفضل الله الناس ياكلوا يقول لك اكلك تحفه. لو قال لي كويس بكش من كلمه كويس دي، بعتبرها ان هي 70%. انا لما يقول لي تحفه انا كده وصلت ل 100%. طب احنا يعني مش متعودين دايما ان اي صاحب مطعم يروح يسال الزبون سواء او بياكل او بعد الاكل، ايه رايك في الاكل، ايه رايك في الطعم، يا كويس، ايه السلبيات اللي فيه، ايه الايجابيات. دي حاجه يعني بالنسبه لنا غريبه. ليه انت متعود على الموضوع ده؟ حرصا حرصا. النهارده الناس ظروفها الماديه صعبه ماشي، فلازم الواحد لازم الواحد يقدم منتج حلو عشان انا ما ابقاش اهدر مال الناس. تمام. لازم حضرتك تدفع جنيه تاكل بيه، فعلا تاكل بيه. الاكل ما عجبكش احنا بنحاسبك على الجنيه تاني. وطبعا انا بتكلم على التلفزيون، اقسم بالله العظيم اي واحد ياكل عندي والاكل ما يعجبوش اقسم بالله برجع له الفلوس، يا بديله اوردر افضل منه. كل الوقت اهل بنا سامعين يا باشا. انا بتكلم على مستوى الجمهوريه وتحدي. احنا حلقاتنا كلها مصداقيه وشفافيه واكيد تحدي. انت صادق اكيد يعني. اقسم بالله العظيم انا اولا انا راجل خريج دعوه اسلاميه جامعه الازهر، وعارف يعني ايه، عارف يعني ايه ان الاكل ده بمنتهى الضمير. الأمانة اللي في الدنيا لازم تكون في الأكل، في أمانة وفي ضمير وفي راجل بيفهم في اللحم. مش لازم يكون جزار بس في ناس عندها اكسبيرينس في عندها خبرة دايما في ازاي تقطع حتة اللحم، ازاي حتة الفليتو تمشي في ايه، التربيانكو يمشي في ايه، الرقبة تمشي في ايه، الدوش والسن يمشي في ايه. ماشي. فما عندك الخبره دي حتى لو ما كنتش جزار برضه هتقدم، بس برضه هيفتقد حاجه معينه. الجزار بيشوف حته اللحمه وهي متعلقه، لو ما هو ما جابهاش يشوف حته اللحمه متعلقه يعرف ان اللحمه دي جيده وطعمها حلو. تمام. احنا دلوقتي هنخش في حته ثانيه من سياق الحلقه. احنا طبعا حابين ننوه اللي كان معانا النهارده، المفروض يبقى معانا النهارده انسه هدى اشرف بنت الحاج اشرف. هي في المطعم. طبعا عشان طبعا ظروف، طبعا لازم يبقى في حد متواجد في المطعم، هي طبعا السند ضحينا بيها النهارده
بجد من الحاج اشرف. تحت امرك. طيب لانسة هدى، يعني دي لوحدها نموذج مشرف، نادرا انك تلاقي بنت، سواء مش شرط ان يكون ده مطعم ابوها او مش مطعم ابوها. ايه يعني الطموح اللي عندها، وايه الحاجه اللي كان دافع اللي كان وراها اللي خلاها تدير المطعم وتوصل بيه للمستوى اللي احنا شفناه في التقرير؟ بص يا فندم، الحياه ميراث، الحياه ميراث. زي ما الابن بيورث ابوه، المفروض يورث فكر ابوه، وخاصه لما يكون ابوه نموذج مشرف لاي حد. تمام ماشي. فالمفروض على اولادي وبنتي ان تورث فكري كمان، مش مالي بس، وخاصه لما يكون الفكر سليم مش معاق ولا معار. التميز هو سر النجاح. ايه هو تميزك في المطاعم وفي اللحوم اللي بتقدمها وفي الوجبات اللي بتقدمها للناس؟ ايه سر تميزك وايه اللي انت بتتميز بيه؟ حضرتك، اولا اللحمه اللي انا بجيبها، اللحمه اللي انا بجيبها، انا ليا ابن عمي واخ وصديق والحاج مجدي عبد العظيم. لا مش عايزين نذكر اسماء. لا احنا عايزين نقول، يعني احنا عايزين نقول يعني مصدرها، يعني مصدر معلوم طبعا لوزاره الصحه، ومصدر طبعا يعني ايه ناس تخش مطمنه ان هي تاكل وجبه سليمه دسمه، اشراف وزاره الصحه، وفي نفس الوقت مصدرها سليم. مصدرها سليم حضرتك. انت قلت الاسم بقى خلاص بقى، انت قلت الحاج مجدي بقى خلاص. والمزرعه تعتبر بتاعتنا كلنا، لان هو الحاج الحاج مين؟ الحاج مجدي. الحاج مجدي عبد العظيم. مجدي عبد العظيم. تمام. مثال مشرف بجد. طبعا. مثال تمام. مشرف لينا. امال اللي عادي خلاص قول اسامي. لا لا مثال مشرف يعني معلش يعني. لا ماشي عادي. يستحق ان انا اذكره بالادب والاخلاق والرجوله. والمزرعه بتاعتنا كلها لو اللحوم على اجود لحوم العجل اللي عجبني اخده واتبعه. تمام. ماشي. فالمزرعه دي بتاعتنا كلنا. طيب احنا بنعمل دلوقتي دعوه للحاج مجدي، اللي عايز ياخد حاجه مصدرها كويس، حاجه طازه، يروح للمزرعه بتاعته، هو او عن طريق الحاج اشرف اللي هو ضيف حلقه النهارده. طالما احنا عايزين التعريف، احنا عايزين مصر في حلقه تبقى مصدر اللحوم بتاعتها مصدر معروف، والناس تبقى داخله مطمنه وعارفه انها تاكل وجبه كويسه، وعارفه انها تروح سليمه على البيت على طول، مش هتروح مكان تاني. حضرتك يا فندم، الامانه. تمام. الامانه والضمير. الامانه، الخبره، الشيف الحلو، ماشي، ضميرك تكون نظيف، مكانك نظيف، ثق تماما الارزاق بالله بقى، واخد رزقك واخده واخده. والحمد لله والفضل لله، انا مبسوط جدا على الرغم ان هي مهنه جديده عليا، الا اني مبسوط بيها، لاني انا بحس اللي بياكل بيبقى مبسوط، انا كده مبسوط، كان انا اللي كلت. انا الزبون هو بياكل بخش عليه، اي حاجه مش عاجباه تتشال فورا. يعني اختيارك لاجود انواع اللحوم هو سر تميزك. مش دي بس لوحدها حضرتك، مفيش حاجه لوحدها، ايد لوحدها بتسقفش. أنا بقول لحضرتك، اختيار اللحوم، اختيار الشيفات النظيفة، الأمانة، فدي أهم أركان النجاح. يعني إن الواحد يكون عنده مصداقية وأمانة في كل اللي بيعمله. أي واحد عنده مصداقية وأمانة في اللي بيعمله، صدقيني هينجح أي كان مشروع. أبو عمر برنس، طبعا يعني مش يعني طريق الكفاح وطريق النجاح مش مفروش طبعا بالورود، طبعا زي ما احنا عارفين. إيه العقبات اللي قابلتك لحد ما وصلت النهاردة، عملت اسم لك النهاردة بسم الله ما شاء الله؟ وسمعنا في التقرير طبعا من بنت حضرتك ان هي احلامها ان هي يبقى في سلسله مطاعم ابو عمر البرنس منتشره في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. ايه العقبات اللي قابلتك؟ بص يا فندم، الحمد لله كل العقبات البسيطه والصغيره ربنا بيقدرنا ونتغلب عليها وبنبقى راضيين بيها. يعني مثلا العقبات اللي يعني مثلا دايما المنافسه في الشيء الجيد والرديء بتبقى صعبه شويه. يعني انك انت واحد يبيع كيلو كباب ب 380 انا و 420 انا بيبقى ب 320 مع فرق الجوده في اللحم. يعني مثلا طب احنا مستنيك، بس معانا اتصال استاذ احمد من قلبويه. اتفضل يا استاذ احمد. الو. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم اشرف؟ الله يسلمك. منور الدنيا يا عم الحاج. تسلم يا باشا. انا لقيتك منور الدنيا، بس قلت اسلم عليك واقول لك ربنا يبارك لك وجزاك الله خيرا ويزيدك من فضله. وبس يعني انا عايز اقول حاجه بس بسيطه. كان في فاكر لو انا كنت طلبت من عندك كان طاجن باميه باللحمه كده. تمام. بعد ما اكلت ان شاء الله، انا مش هنتكلم طبعا عن جوده الاكل وحلاوته والكلام ده كله، ربنا يبارك لك. انا قمت اراجع على الحساب لان انا حسيت ان الكميه الضعف. فيعني كنقاء وكنظافه وكاكل وكاكل بيتي، والكبده دي حدث ولا حرج. فانا بتصل بس اقول لك جزاك الله خيرا وربنا يزيدك من فضله،
ومش هقول لك استمر على كده لان انت بتستمر على كده، فربنا يجزاك عم اشرف وانا اسلم عليك بس ريتك منور الدنيا وانت ايه اسلم عليك واقول لك تسلم ايدك. تسلم يا استاذ احمد. شكرا يا استاذ احمد، اتشرفنا بيك يا استاذ. شكرا على اتصال المفاجئ. هو حب يحييك ويقدم لك تحيه قدام الجمهور وقدام الناس. على راسنا على راسنا من فوق يا فندم والله. احنا عايزين نصيحه توجهها للشباب اللي بيبدا حياته اللي بيبدا يشتغل، ونصيحه توجهها كمان للزباين عندك او لكل الناس اللي بتقدر تخش مطعم عايزه تطلب دليفري عايزه تروح مطعم لتاكل، ايه النصيحه اللي بتقدمها للناس في اختيار المطعم؟ النصيحه اللي اقدمها للناس اي واحد يعمل مشروعه، اولا يتحرى يتحرى فلوسه اللي يعمل بقى المشروع، ماشي، لازم تكون فلوس حلال. الحاجة التانية يكون عنده ضمير في شغله، يعني ما يعملش الحاجة اللي هي مقتنع بيها 100%، اللي يرضاه على نفسه ويرضاه على غيره، ضمير، ويبتدي أيا كانت البداية، أيا كانت البداية صغيرة كبيرة، بس لازم يكون هو يتحرى الحلال ويكون عنده ضمير في شغله. هينجح في أي مشروع، سواء محامي، أكل، شرب، لبس، داني، خردة، أي حاجة، أي حد عنده ضمير في شغله صدقيني هينجح. أتقان العمل. أبو عمر، طموح أبو عمر البرنس هيوصل لحد فين؟ إن الناس كلها تكون مبسوطة من الأكل اللي بياكلوه، هو ده طموحي. لا يعني مفيش مثلا طموح ماديات. لا مش بتكلم في ماديات، يعني عندك مثلا يعني طموح إنك تبقى عندك سلسلة مطاعم منتشرة. الحمد لله، الحمد لله فتحت المطعم ده على الرغم إن أنا يعني مغير النشاط بتاعي، الا اني ما فتحت حاجه كنت انا قوي فتحت وانا قوي فيه، يعني دي مش ما كانش شغلتي، ولكن انا قلت ان شاء الله ابتدي قوي وهقدم منتج حلو وان شاء الله ربنا يكرمني ويبقى عندي اكتر من ان شاء الله 10 مطاعم وربنا يكرمني، وما حدش اي واحد ياكل عندي. انا اتمنى ان يكون الاكل في منتهى الجمال زي ما الناس بتقول ان شاء الله. لا طبعا دلوقتي احنا بنعمل دعوه طبعا لكل متابعينا، مش لازم من اهل محافظه القلوبيه وتحديدا مدينه بنها، اي حد متابعنا حابب يشوف على الطبيعه تجربه مطعم ابو عمر برنس يتفضل بنها، وطبعا العنوان طبعا هيبقى موجود عندنا على شريط الشاشه، ويدوق بنفسه وهم بقى اللي هم بقى اللي يقولوا بقى حلو او مش حلو. ما يعجبوش اقسم بالله لا حاسبه عليك، اصل شهادتنا مجروحه يا فندم. يا فندم شهادتنا مجروحه. اولا القناه معروفه، تمام، القناه معروف، اي واحد ياكل عندي والاكل ما يعجبوش اقسم بالله يجي هنا وادي له حقه زي ما هو عايز. احنا شيوخ عرب برضو احنا بنقعد نشوف مين الغلطان ومين اللي مش غلطان. فحضرتك اي حد الاكل مش هيعجبه اقسم بالله بنحاسب عليه تاني، بنرجع له انت فلوسه. الثقه عندك ملهاش حدود يا باشا، اقسم بالله بنرجع له فلوسه لو هو مش عاوز ياكل تاني. فندم احنا اسفين وفلوسك ايه والاكل مبروك عليك، ربنا يزيدك. قول لنا ممكن تنصح الناس بايه في ظل الكورونا وفي ظل الناس خايفه لا تاكل خارج البيت؟ بص يا فندم، ازاي تقدر تحدد المطعم؟ ازاي يختاروا المطعم ويختاروا الوجبات بتاعتهم؟ بص يا فندم، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. حضرتك انت بتشتري خضار بتشتري من ايدين البياع، ماشي، بتشتري لحمه الجزار اللي بيقطعها بايديه، فازاي يكون عندك تتوسمي خير في المكان اللي هتاكلي فيه؟ بس عشان في ناس يقول لك لا ده انا اللي اطبخ بايديا، الفراخ متنظفه بايد، كل الحاجه دي، كل المصانع، الشوكولاته متعبيه بالايدين، ماشي، كل منتج احنا بناكله متعبي بايد الناس. يبحثوا عن النظافه وعن المكان، فلازم يتوسم خير في المكان اللي بيجيب الاكل فيه. يتوسم خير في المكان اللي ياكل فيه ويسمع الاكل، وان شاء الله ربك هو الحارس، ماشي، مفيش واحد بياخد اكتر من نصيبه. لو امن الجبان بالقضاء والقدر ما جبن، مش يبقى جبان، بيتحرر المصدر، مصدر الاكل ومصدر اللحوم والنظافه. اقسم بالله مصدر اللحوم عندنا نسبه الامان 100%، تمام، على الامكانيات اللي موجوده في البلد، هي دي لحوم البلد. بس اقسم بالله ما في جرام لحمه مستورد يخش في الكفته ولا في الكباب ولا في ميوز ولا في اي حاجه، ممنوع عندي اللحوم المستورده تخش في اي منتج. انت قدرت في فتره مش كبيره انك تحقق اسم كويس ويكون لك زباين ويكون لك ناس من كل مكان، برغم ان يعني انت مش بالقاهره، ولكن ناس كتير تقدر تيجي لعندك حتى من القاهره. صدقيني لو قلت لك ان بتيجي حريم عندي اتيكيت قوي، وبيقول لك بتمسك طاجن الملوخيه وتشرب وتقول انا هو ده الاكل بتاع نينا، ده اكل زمان، احنا بقالنا 10 سنين ما كناش الاكل ده، وتحدي وانا بتحدى
انا لا، الناس تيجي تاكل يقول لي لا الاكل مش عاجبني اديله فلوس، بس اقول له بالامانه الاكل مش عاجبك؟ لو قال لي بالامانه الاكل مش عاجبني والله لا حاسبه على الاوردر اللي هو كام. طيب ابو عمر، طبعا احنا شفنا طبعا في تذكير طبعا هدى، طبعا دي هدى طبعا يعني خلاص بقى سلاح قوي معاك في المطعم في الاداره. طيب في مثل بيقول وراء كل رجل عظيم امراه، فين ام عمر البرنس وفين عمر البرنس من قصه كفاح ابو عمر البرنس؟ ام عمر كل المحاشي اللي في المطعم عندي بتطلع من البيت، الفراخ تطلع من البيت، انا بشتريش فراخ مجمده، كل الفراخ فريش، والحمام بيندبح في البيت وتنظف في البيت، معانا مع المدام حريم في البيت بتنظف وشغاله وشغاله المطعم يوميا. فده دور ام عمر. دور هدى في المطعم وانتوا شفتوها في المطعم بالتلقائيه، ما كانتش محسوبه. ماشي، انا ليا مجموعه مقالي، ليا في اوسنا منوفيه، ليا في البحيره، في ليا في كفر الدوار، ليا في تلا منوفيه، ليا في اليوب، ليا في بنها. طب في وقت سؤال كده عشان احنا خلاص قربنا من نهايه الحلقه، يعني احسن طبق انت بتحب تاكله او بتحب تصممه لاي زبون بيخش عندك؟ بص يا فندم، انا احلى طبق اللي انت تحبه هو اللي انا اعمله لك. لا انت عايزين انت بالنسبه لي انا، بالنسبة لك كل انت. الاكل عندي حلو. طبق مميز عندك، لا 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 الناس فيش مميز. تيجي تطلبه هو. بص حضرتك ممكن تطلبي موزه ما حصلتش، كبده ميكس كبده، انا عندي ميكس كبده داوود باشا مع داوود باشا مع كبده مع سجق، اقسم بالله السجق انا اللي بعبيه وعبيه لحم بلدي، ما بشتريهوش لاني انا اتحدى السجق على مستوى الجمهوريه اي حد. تمام. لان يعني هو لحم بلدي، لا بحط اي بروتينات لا على كفته ولا على سجق، مفيش لا برغل ولا بروتين ولا اي حاجه، هو لحوم وخضر وبهارات. الحلقه الجايه تجيب معايا بس رفيز عشان يبقى كده حصري للناس اللي انا يا باشا بتابعنا وسيد المشاهدين. انا اتمنى مش اكل الاستوديو، انا اتمنى بجد بجد اتمنى ان انا اكل شعب مصر في حاله والله العظيم. طيب بالنسبه واكون في قمه السعاده كمان. كلمنا عن الشرقيه، طيب في اعمال ليك في الشرقيه هناك؟ احنا في الكواليس، في الكواليس جا لنا خبر ان انت في الشرقيه مسمع وليك شغل هناك. هو فعلا وفاقوس كمان. لا مش فاقوس. طب فين بالظبط بقى انت القوت؟ انت بقى تقول هي يمت ابو حماد كده، العب ده عب ناس حلوه وناس. ايه نوعيه التعاون اللي بينك وبين الناس ديت؟ انا تاجر لب برضه، ما تنساش ان انا الله الله الله. الشرقيه فيها لب وزداني وكلهم حبايبنا، وكفر الشيخ اولا احنا والبحيره كلهم حبايبنا. احنا ما شبعناش منك، ده احنا هنخش يعني طبعا البدايه مش اللحوم والجزار، ده هي البدايه جزار. انت البدايه جزار، عندك انشطه مختلفه يعني للاعمال. زمان الحلقه انتهت، احنا طبعا ما شبعناش منك. طبعا عايز تتواصل مع ابو عمر البرنس، طبعا الشريط عليه طبعا رقم التليفون وعليه طبعا العنوان، محافظه اللوبيه بنا. طبعا ينزل طبعا ويشوف بنفسه ويجرب بنفسه نوعيه الاكل اللي عنده، وان شاء الله طبعا نجملها بيك لقاءات ثانيه كده ان شاء الله. سعدنا بيكم اعزائنا المشاهدين، نتمنى نكون اسعدناكم، وعلى امل في لقاء اخر من برنامجكم سعادتك معانا وعلى قناه كل بيت، قناه الصحه والجمال. السلام عليكم ورحمه الله.